واطلع لي، انا عايزك، عايزك تقعد معايا. تسلم الايادي يا جيش بلادي. الجيش قافل ميدان التحرير النهارده، الجيش المصري قافل ميدان التحرير. ليه؟ عشان ايه؟ وقافل البلد كلها امبارح. عبد الفتاح السيسي قافل البلد كلها امبارح. تفكيرات، اعتقالات، اغتصابات، سلطة، كل حاجة. أنا بواجه الجيش والعنف الإرهابي المحتمل. أنهي عنف محتمل؟ فين هو؟ فين هو؟ فين الإرهاب؟ فين؟ لا عندي جيش عدل، ولا عندي قضاء عدل، ولا عندي شعب عدل، ولا عندي علم عدل، ولا عندي قضاء عدل. الله أكبر. ولا عندي شعب عدل. الله أكبر. ورئيس الجلسه يقول للمتهمين ايه؟ حرام عليا ان انا احكم على الناس دي، لان لو حكمت عليهم انا اللي هتحاسب في الطرب. هتتحاسب في الطرب؟ هو انت كده مش هتتحاسب وكده هتتحاسب؟ يعني انت عريس عيني عيني هناك، فشخ هنا عينك. الله اكبر. ومبارك مبسوط. بقول لعبد الفتاح السيسي شكرا، شكرا على الواجب اللي انت عملته، شكرا لكم كلكم. امريكا بتحيي النهارده عبد الفتاح السيسي، امريكا بتحيي عبد الفتاح السيسي لخروج مبارك من السجن، اوباما بيحيي عبد الفتاح السيسي. بقول له شكرا ليك يا سيسي على اللي انت عملته، شكرا ليك يا سيسي يا قائد الانقلاب، شكرا. بس صدقوني مش النهارده مبارك طلع مش هتعدي على خير، والله ما هتعدي على خير. لسه في ثوره مستمره، لسه في ثوره مستمره، لسه في ثوره مستمره. ولو عبد الفتاح السيسي راجل يطلع يكلم الشعب، انما حته خول خول ماشي في طريق امريكا واسرائيل،